النهاردة صدر قرار عفو عن 25 من المحبوسين احتياطيا. لما نيجي نتكلم في الموضوع ده أروح لمين؟ لازم أروح لحد محترف سياسة، فاهم بيقول إيه، عنده خبرة في العمل السياسي، يقدر يفتنا في ذلك. طيب خلوني هنا نروح بترحيب مع سيادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية. أهلا 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 بحضرتك يا فندم. اهلا 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 بيوسف بي الباشمهندس. الباشمهندس ما تقولش كده يا فندم والنبي. انا بقول كده في وسط اصحابي واصدقائي. حضرتك ازاي صحه حضرتك يا فندم؟ المشاهدين وفريق الاعداد بالكامل، وحضرتك مهندس فعلا في كل شيء. لا على قد حالي يا فندم، ارجوك انا راجل يعني خليني ايه على قدي جدا. مهندس ومحبوب الله يخليك يا فندم. الله يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، حضرتك اللي محترم والعائلة كلها محترم، ربنا يخلي سيادتك حبيبي. سيادة النائب، كيف ترى قرار العفو النهاردة عن 25 من المحبوسين احتياطيا وما بين قوسين المحبوسين احتياطيا، لأنه ده كان مطلب للكثير من القوى السياسية والأحزاب معارضة كانت أو من الأغلبية والموالاة؟ الحقيقة حاجة عظيمة جدا بنشكر فيها سيادة الرئيس والجهات المعنية على الاستجابة، لأن مسألة الحريات وحقوق الإنسان يعني مش بتنحصر في الحبس الاحتياطي فقط أو المسجون فقط، ولكن في أمور كتير جدا، لكن أهمها حرية الإنسان أنه يبقى منطلق في وسط أهله وفي وسط أسرته في وسط أصحابه وأحبابه، عايش حياة كريمة في وسط الناس. فطبعا النهاردة لما نشوف الفرحة اللي موجودة في عيون وآراء واستقبال أهالي الناس دي، فرحة جميلة قوي عايزين نشكر فيها سيادة الرئيس والجهات المعنية، لأن بتعبر عن رؤية طيبة تجاه ناس من قيادة محترمة بتقول إن حرية الإنسان فوق كل شيء. جات الدعوة كمان لو سيادتك تفتكر، وسيادتك كنت منور في إفطار الأسرة المصرية مع سيادة الرئيس. أيوه خرجنا مع بعض من نفس الباب بعد كده. الحوار الوطني. وقمنا بعد كده في آخر الفطار وتمشينا سوا لحد الباب بتاع الخروج. كان ليا الشرف إن لا ده إحنا اللي نتشرف يا فندم. العفو العفو. فالدعوة كانت والحوار الوطني بوجه عام كان يعني حاجة إعجاب للجميع وتفاعل مع الجميع، وكان أهم حاجة فيها من مطالب لأغلب الناس بحريات الناس اللي هي محبوسة أو محتجزة أو بيتحقق عليها لمدة الحبس الاحتياطي. فالنهاردة الاستجابة في الكلام ده شيء عظيم جدا في الحقيقة، وبنشكر فيها القيادة السياسية وبنقول خطوة على الطريق لمزيد من الحريات، علما بأن بنشوف سيادتك الأوقات كتير جدا بيصدر عفو من السيد الرئيس في المناسبات وفي بعض المناسبات اللي زي الأعياد والكلام ده، وكان من فترة كمان في أعتقد كان في 720 واحد تم الإفراج عنهم في الشهر اللي فات. الحقيقة حاجات كويسة جدا ومزيد منها، يعني هي موجودة ومزيد منها من أجل الحريات يا يوسف بيه. صحيح، أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب، ونتمنى بقى أن نراك قريب نتكلم حبة على ملف الصناعة، وحتى يبقى مساهمة مننا مع زميلنا العزيز معالي الوزير أحمد سمير وزير الصناعة الحالي، يعني نحاول نساعده بقى كده قدر الإمكان في هذا الملف، وعنده أظن فرصة يقدر ياخد مصر ويطلع بيها لقدام، ملفه ده والملف الأبرز على الأقل في تقديري. أنا بشكرك جدا سيادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.